اهلا بكم من جديد. كنا نتحدث عن حاله الاستاذ موسيقاري الكبير حلمي بكر، وكان في كلام من ابنه من الاستاذه ناديه مصطفى من النقيب مصطفى كامل ان هم مش عارفين يوصلوا له، وان حالته متدهوره، وان زوجته اخذته الى الارياف ومش بتوديه المستشفى، وانه يعامل معامله سيئه. احنا معانا على الهاتف دلوقتي زوجه الموسيقار الكبير حلمي بكر الاستاذه سماح عبد الرحمن القرشي. مساء الخير استاذه سماح. مساء الخير يا استاذه لميس. اهلا بيكي، اهلا بيكي، وانا مبسوطه ان حضرتك دخلتي تتكلمي علشان نطمئن على الاستاذ حلمي بكر. طمنينا الاول. الحقيقه انا استاذ حلمي رفض ان احنا نرد اصلا، بس انا استسمحته ان انا ارد تقديرا لحضرتك. اشكرك. واكراما لحضرتك. اشكرك اشكرك. طمنينا الاول، فين حلمي بكر؟ حلمي بكر مع مراته ومع بنته. الاستاذ حلمي بكر مع مراته ومع بنته، هو ده اللي هو قاله دلوقتي. فين يا سماح؟ فين يا مدام سماح؟ في الشرقيه يا فندم، مش في الارياف ولا حاجه، ده في مركز ومدينه كفر صقر، واخواته كانوا عنده الاسبوع اللي فات. طيب. معرفش مين بعتهم قال لهم روحوا هاتوا الاستاذ، الاستاذ رفض يروح معاهم. قال لهم انا مش همشي من غير ماما، ماما دي اللي هي مامتي. لما الحاله تدهورت بينا يا استاذه لميس جوه القاهره في قلب البيت في المهندسين، والاستاذ رفض المستشفى ورفض يروح المستشفى لمده اسبوعين، اكتر من اسبوعين، لمده شهر تقريبا، وهو تعبان. قال انا مش رايح مستشفى. قلنا نخليه يغير جو وياخد فتره نقاهه في جو هواء وهواء نظيف واكل غير وحاجات غير، والدكتور نصحنا بذلك. قال اوكي حلو ان هو هيغير نفسيا. جبناه وجينا، وكمان عشان كان اهلي يساعدونا يساعدوني فيه، لان انا الحمل كان عندي هناك، ما عندناش ان احنا ندخله مستشفى خاص. ما عندناش امكانيات زي ما حضرتك تعرفي ان فلوسه اتاخدت، وما كانش ينفع ان احنا نسيبه تعبان. طيب ما الدوله كان ممكن تنقله مثلا احدى مستشفيات النقابه، تنقله احدى مستشفيات رفض 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 مستشفى. استاذ حلمي لحد النهارده رافض مستشفى، لحد النهارده الدكتور بتاعه مكلمه بيقول له نعمل بس تشيك اب في المستشفى، قال له نو. طب مدام سماح، كل اللي حواليه او يعني مدام ناديه وابنه والاستاذ مش عارفين يوصلوا له. حضرتك ابنه الشهر اللي فات وعندنا في ويساد ده كان موجود جوه القاهره، وباباه تعبان وما جاش داره، قال بعيد عليا من التجمع للمهندسين. دي نقطه. النقطه الثانيه، هو اتكلم للتليفون يوم الجمعه، يوم كان فيه الاستاذ كان نايم تعبان. قلت له أنا دلوقتي الدكتور الأستاذ نايم، وبنت ورهام عندها شوية حاجات، وبعد ساعتين هنكون مع بابا أكلمه. ما تكلمش تاني. قال لو سمحتي انقليه بيته المهندسين. قلت له برضه هو بيتي اللي هناك ده بيتي، وعمارتي هناك، أنا مش هو مش قاعد في الشارع ولا قاعد عند حد يا أستاذ هشام، واحتراما ليك لأنك أخو رهام. فأنا بقول لك باباك في خير وأمان، وأمامك كانوا عنده وشافوه. ليه طيب ليه ما بترديش على الناس؟ ليه ما بترديش على التليفونات؟ لا انا حبيبي مش ما بردش على التليفون، لكن في صحفيين كتير، في جرايد كتير بتتكلم طول الوقت، لكن الرقم المعروف على التليفون بنرد عليه، ما حدش اتصل وما ردناش عليه.